بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الطلبة أخوة الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2021 شعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تصحيح رياضيات الموضوع الأول التمرين الأول. انتبهوا مليح، نقرأ قبل النص. يراد تشكيل بطريقة عشوائية لجنة تتكون من عضوين من بين ثلاث رجال H1 H2 H3 وامرأتان F1 و F2. نعتبر الحوادث A B C، حيث A عضو اللجنة من نفس الجنس، B عضو اللجنة من جنسين مختلفين، و C H1 عضو في اللجنة. 1 ألف، احسب احتمال بي A بي B احتمال A و B على الترتيب. با بين أن احتمال بي C احتمال الحدث C يساوي 2/5. ثانيا، المتغير العشوائي X يرفق بكل إمكانية اختيار لعضوين عدد الرجال في اللجنة. ألف، برر أن مجموعة قيم X هي 0 1 و 2. با عين قانون احتمال المتغير العشوائي X وحسب أمله الرياضياتي EX. إذن كما قرينا هذا النص، إذن ببركة الله نبدأ في الحل. كما راكم تشوفوا لهنا كاين 5 أشخاص، اختيار 2 أعضاء من هذه مجموعة الأشخاص لتشكيل لجنة يدل على الاحتمالات الممكنة، الحالات الممكنة، وهي 2 5 سي 2 5، 2 أعضاء المختارين على 5 أشخاص موجودين، إذن 10. 1 ألف، الحدث A عضو اللجنة من نفس الجنس، من نفس الجنس. نختار 2 رجال أو 2 نساء نفس الجنس، رجال هما نفس الجنس والنساء ثاني 2 نساء. إذن هذا أو هذا تمثله إشارة وعلامة هي زيد. اختيار 2 رجال ما بين 3 هو 2/3، هذا الاختيار من نفس الجنس. اختيار 2 نساء ما بين 2 نساء هو سي 2/2. إذا الاحتمال باه يكون الحدث A لازم يكون سي 2/3 زيد أو يعني أو سي 2/2 على سي 2/5، معناه 2/5. هذه مديت التدقيق، مديت يعني. إذن الحدث بي عضو اللجنة من جنسين مختلفين، جنسين مختلفين. اختيار عضو من الرجال 3، اختيار عضو من الرجال 3 وعضو وعضو من النساء، وهذا الحرف وهذا يعبر عنه بالإشارة ضرب. إذن الاحتمال ب هو سي 1/3، 1/3 يعني من رجال، 1 رجال من 3 رجال، و 1 من نساء على 2 من نساء على سي 2/5، معني 3/5. واحد ب أشان هو عضو موجود في اللجنة، عشان هو رجل موجود في رجل عنده شخصية واحدة هي سي 1 واحد، ف
في كين موجود وي وان. واختيار البقي يعني اش ان بار يكون برجل او امراه، وهذا او يعبر لها بالضرب. اذا الاحتمال سي هو سي ان ان مضروب في سي ان كات. لا، اذا اخترت سي ان ان عضو في اللجنه او لنا ماشي او واو شنو واو هنا واو واختار البقي اش ان يكون من او لنا لهنا عندنا نختار الواحد اخترنا موجود ديجا اش ان موجود في لتنا سي ان ان و واحد من البقي يكون رجل ولا امراه. اذا الباقي هو 4 من 5، 1 على 4، اذا 2 على 5 هو احتمال سي. ثانيا اختيار لعضو عدد الرجال، ثانيا اختيار لعضو عدد الرجال. لنا في البداية كان رجلان أو زوج رجال اش ان اش دو اش ان اش تروا اش دو اش تروا. إذا المتغير العشوائي هو 2، يعني كاين زوج رجال في البداية. إذا كان رجل واحد والباقي ماشي رجال، كاين غير رجل واحد، إذا إكس المتغير العشوائي هو 1، يعني 1 رجل. كاين عدم الرجال لهنا اكس يساوي 0، معناه عدم الرجال هو ايش اش ان اش تو بار الى اخره. المتغير العشوائي اكس يحمل القيم 0 1 2 2 بار. قانون احتمال المتغير العشوائي اكس، اذا اكس قيم تاعه هي 0 1 2، الاحتمال لهذا القيم اكس هي 1 على 10، 3 على 5 و 3 على 10. كيف اذا كان المتغير العشوائي يساوي 0، معناه الاحتمال هو سي 2 2 على سي 2 5. ما كانش رجال، كان غير النساء، معناه 2 نساء على 2 الموجودين نساء. هو الاختيار لزوج أعضاء من النساء ما هما زوج 1 على 10. إذا كان المتغير العشوائي إكس يساوي 1، معناه كاين رجل وكاين غير رجل، يعني إمرأة، يعني 1 كاين 1 على 3 هو رجل من الرجال، والباقي غير رجل، معناه عضو ثاني هو من النساء 3 على 5. إذا كان إكس يساوي 2، مع كان زوج رجال، رجال كاين 3 مجموع، نختار منهم 2 على الممكنات الموجودة، يعني 3 على 10. فيما يخص الأمل الرياضيتي، نحكمو لهنا القيمة نتاع المتغير العشوائي مضروبة في الاحتمال، ويمدلنا 3 على 5 6 على 5. انتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.